شلون الله يا خالتي تنزلي الولد. النسوان قاتلة حالة لتحبال، وانتي بدك تساطي الولد بعد ما حبلتي؟ النسوان يلي بتقتل حالة لتحبال بيكون عندها رجال بيحبه وبيخاف الله فيه، أما أنا جوزي ما بيعرف يعمل شيء إلا يقهرني ويضربني، مشان هيك أنا بدي أطلع. مشان هيك عمل لك يا خالتي تنزلي الولد. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هالحكي. بدك يعني قتل روح الله خلقها؟ ما بعملها. ليكي تركيني أحكي مع أم حازم ونشوف شو بدنا نساوي. ماشي؟ يلا بخاطرك أم حمدي، بخاطرك بخاطرك. الله معك. مشان الله يعني، مشان الله ما بديها، ما بديها. يا اخي من حبك ما بدي اغلط معك، تنزل ايدك ما بدي افتح. عمك بوش تفش حالك يا حبيبي. لا تنزل ايدك. ما بدي انزل. خلي حبيبي كرمال امك عليك. الله يرضى عليك. كرمال امك ما احكي معك. هاتوا لشوف اذا انتوا اخو عم تخانقوا وشو خليتوا للغرباء؟ هاد مو حياد. والله اذا بده يضل بعمري يوم والله والله لقتله. روح حياد. هات لشوف، احكي لي لشوف، ليش هالعلاقه انت وياه؟ ولك هذا كله من تحت راس نهريه الله لا يوفقها. مرتخي ما لها علاقه، لا حدا يجيب سيرتها يا مو. ولك انت لو سايرته لاخوك شوي شو كان صار؟ لك والله سايرته بس هاد ما بيتساير، لك مدري شو عم تخيل شغلات، كلياتنا قلت له ظلمت بنتك. بس انت هيك عم تظلمه لاخوك. لك والله ما ظلمته والله. لا عم تظلمه، وقلت له اذا ما بدك توقف ظلمك الها، طلعها وانا بتجوزها. ولك خرسي انت وليه؟ خرسي. لك قلت له هيك يا امي مشان يخفف ظلم على البنت، بيهون عليك حتى يظلم بنتك، بيهون عليكي. خلص يا مو مشان الله فرط لي هالقصه بقى. روح غسل وشك واستهدي بالرحمة. ايه رايح؟ والله ما ضربته كرمالي. يلا رايح روح الله يرضى عليك. روحي انتي سوي لنا فنجان قهوة وليه؟ روحي. حاضر يا عمو حاضر. تفضلي يا ام سعيد، تفضلي لجوا. لك شو عم تعملي؟ ولك ما عم تعملي عم تعملي؟ لك يعني؟ حدا عم يحكي. لا حول ولا قوة الا بالله. يا ابا عم تعملي شو عم تعملي؟ تعيدي هلا شو؟ يا ابا شوفي يا ابا شوفي شوفت عينك. الله ياخذني، لك الله ياخذني ويريحني من هالعيشة. الله ياخذني يا ابا. زهرية حبلة؟ اي نعم حبلة، وانا عم خبرك مشان تمنعي يلي بدها تعمله اذا ابنك ما صلح غلطه معها. شو قصدك؟ قصدي انه زهريه بدها تنزل الولد وتتطلق من ابنك. ابو على كيفها تنزل ابن ابني؟ هذا الولد مو ابني. ست حلقك، مرتك طاهره وشريفه ومستوره. لا طاهره ولا شريفه، زهريه قليله اصل وانا انت بدك اصل سان وترباية من اول وجديد. احترمي حالك ام سعيد، انت ببيتي. يضرب البيت واصحابه وتضرب هيك ترباية مربيتيها لابنك. الله معي. ولك شو اخرتها بالافادات اليوم بتطلع فيها؟ الفضيحه الحساب والحساب الك والها. بدك تفضح مرتك واخوك؟ فضحته ومشي الحال. شو عملت؟ انا ما عملت شيء. اخوه هو اللي بده يعمل. والله لو ورجيك. طب تعال هون، شو بدك تروح تحاميلها؟ ايه بدي حاميلها. دي حاميلة لأنها وحدة مظلومة. مو على كيفك. نزل ايدك. نزل ايدك. نزل ايدك. عمل له. لك تركها. تركها. زهرية. لك زهرية. لك تعي لهون. ولك شو عم تعملي؟ شو عم تعملي؟ والله ما شو عم تعملي؟ والله لا فيكي والله. والله لا فيكي. والله لا فيكي. لا شو عم تعملي؟ تعال هون. انت ليش عم تضرب اختك؟ لا انا وحده قليله شرف. ما انا قليله الشرف، اختك اشرف من الشرف، عم تفهم؟ ايه وانا هيك كنت مفكر، بس لما سمعت شو عامله مع ابن حماها. والله مو عامله شيء. مو عامله شيء مو هيك؟ انا برجيك. لا 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 الحكي اللي سمعته كله كذب بكذب. لا
كذب، والزلمة ما بيعطي شيء على حرمته إذا ما شاف شيء بعينه. والله ما عملت شيء والله. يعني ما غلطتي مع ابن حماكي؟ أعوذ بالله، أنا بموت وما بعمل هيك شيء. لك كذابة. خلصنا بقى، عم قلت لك ما بتعمل هيك شيء. أختك مظلومة وشريفة وطاهرة، وحازم هو اللي عمل مشاكل. صهرك هو اللي عم يعمل هيك مشان يكسرنا، عم تفهم؟ وفارس عم يدافع عنا لأنه بيعرف إنه أختك مظلومة. خلصنا بقى. حازم؟ إيه، أنا كنت حضرانة كل شيء. والله لكسره والله. زهرية خبطني. تعي تعي استوديا معي خرفوه وتعلق. على مهلك تقبليني، على مهلك. يلي عملتوه كبير كتير وأنا ما عاد فيني أسكت عليه. شو قصدك يا عمو؟ هذا البيت أنا رح أبيعه وأعطي كل واحد فيكن حق حصته مشان يشتري بيت لحاله. وأنا موافق يا عمو. إيه لكن أكيد بدك توافق مشان تاخد حق على الحصة وتروح تشتري بيت لحالك تتجوز حرمتي. ولك برجع بقول لك أنت أخي الكبير وما بدي أغلط معك. لك والله أنت ما بيسكت لك، ما بيسكت لك. خلاص، أنا جبتكن من بطن واحد، ومثل ما أنت مالك غدار، أخوك كمان ماله غدار. حازم افتح الباب. هذا صوت حمدي. تعال يا واطي. والله لا أحسب الله ما خلقه. شو عم تقول عنه واطي؟ يا على أمتي إن شاء الله. بعدوا لا بك أنا بك شاك بتفضل شاك شاك كب الخنجر من إيدك. بعد فارس كب الخنجر من إيدك. فرجيني مراجلة. إيه برجيك مراجلي. فوت جيب خنجرك هلا. ضرب لشوف. خلص بعد أنت شغلي مو معك، شغلي مع حاسة. ضرب لشوف. ضرب فرجيني مراجلك. إيه بضرب. قرب. فارس فارس يا أمو، فارس توقفني. حازم مشان الله لحق أخوك على الغزل وخاني. هو مخيني، هو مخيني. فارس توقفني. لحقه لحقه يا أمو. يا لأمدي عليك يا ابني، يا لأمدي عليك يا ابني. يا رب نغيرك، يا رب نغيرك. العوض بسلامتك. حسبي الله ونعم الوكيل. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا قوة إلا بالله. طولي بالك. عود أخي. ألف الحمد لله على سلامتك. ألف الحمد لله اللي ربي ما ضرني فيك. ألف الحمد لله على سلامتك أخي. الله يسلمك يا أختي، الله يسلمك. معلش يا أمو، معلش. الحمد لله على اللي صار. الله وكيلك يا أيام، وكان في غبش قدام عيوني وماني شايف. بس اللي صار خلاني أتأكد إنه أنا مالي غير أخي، هو سند ظهري. هيك الله يرضى عليكم إلهي ويوفقكم. لك انت سندي واخي وتاج راسي. انا والله بس كان بدي واعيك انت كنت عم تظلم حرمتك، انه ما حدا منيح بالدنيا غير اهلك وناسك، هن الوحيدين اللي بيجيبوا ظهرك. ان شاء الله سامحني اخي، ان شاء الله تسامحني. انا مسامحك بس في غصه بقلبي. لا ساعتك شاكك انه في شيء بيني وبين مرتك يا اخي. يا حيف عليك يا اخي، يا حيف عليك. والله بشك بحالي وما بشك فيكم. يعني خلاص قلبك راق تجاه حرمتك؟ قلبي راق يا أمو، بس أنا بدي لاقي طريقة بالأول لاقي حل معاهم مشان صالحها قبل ما أجيب على البيت. يو ألف الحمد لله، ألف الحمد لله يا رب. زهرية حبيبتي، فارس ما مات لأني رحت وطمنت عليه، وأخوك حمدي ما عليه شي. بس في شغلة، حازم بعت لك رسالة معي.
فبدي اياكي تقريها. زهرية، انت مرتي وشرفي وعرضي. انت زهرية الطاهرة. من شان الله سامحيني لاني ظلمتك، ظلمتك وظلمت اخي. انا بعرف انه غلطت كبيرة وكبيرة كتير كتير، ويمكن تصفني كتير لحتى تسامحيني، بس انا بعرف انه قلبك طيب، وبدياك تتذكر منيح انه خير الخطائين التوابون. والسلام عليكم ورحمة الله.